إذا احتفل الشعب المغربي ب 25 سنة عيد العرش المجيد، 25 سنة من تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه الملايين. وأعتقد بأنها كانت 25 سنة فارقة في التاريخ المملكة المغربية، فارقة على المستوى السياسي أولا بالإنجازات صاحب الجلالة، إن على مستوى تكريس الديمقراطية دستور 2011 الذي عبر حقيقة عن نقلة نوعية وعن التفاف حقيقي حول جلالة الملك، وعن أيضا تفاهم كل النخب السياسية لذلك التوافق الإيجابي السياسي الذي أدى إلى انتقال ديمقراطي حقيقي بالمملكة المغربية على مستوى الحريات، حرية الأفراد، حرية الجماعات، في تأسيس النقابات، في تأسيس الأحزاب، في المجتمع المدني، وانفتاح المغرب كذلك على كل المواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والتزامه بها. وأعتقد بأن الأساسي في هذا الجانب هو أيضا سمو المواثيق الدولية على القوانين المغربية في مجموعة من المواضيع التي تهم المواطنات والمواطنين. على المستوى أيضا التنموي، طفرة كبيرة جدا وقياسية جدا، تراكم أولا الناتج الوطني الخام بصفة كبيرة جدا، مجالات الاقتصادية الحقيقية التي عرفت تطور كبير، مستوى العيش ديال المغاربة اللي عرف تطور كبير في هذه 25 سنة، لا على مستوى محاربة الفقر، محاربة الهشاشة، الحد الأدنى للأجر، مناصب الشغل التي فتحت في 25 سنة. كذلك عن المغرب توجه أيضا في إطار أيضا هذه الدينامية الاقتصادية على أنه يفتح أوراش كبرى، أوراش الباء، أوراش طرق السيارة، أوراش القطارات السريعة، أوراش المطارات، أوراش الانفتاح المغرب على في الميدان السياحي والعدد كبير ديال التنامي السياحة في كذلك في الميدان الاقتصادي أيضا، الميدان الفلاحي اللي عرف تطور كبير. وأعتقد بأنه بصفة عامة الاقتصاد الوطني في هذه 25 سنة من الحكم الرشيد لصاحب الجلالة حفظه الله عرف تطورا كبيرا جدا وقفزة لم يسبق لها مثيل، على مستويات أيضا متعددة، على المستوى الدبلوماسي الدور كبير الذي يقوم بجلالة الملك فيما يخص قضايا السلم والأمن العالميين، فيما يخص قضية فلسطين، قضية الشرق الأوسط بصفة عامة، مجموعة من القضايا التي تكون الريادة فيها لصاحب الجلالة لا بصفته رئيس لجنة القدس ولكن أيضا بصفته ملك المملكة المغربية، والتي يقوم بالعديد من المواصلات على المستوى الإنساني في دعم العديد من الدول الإفريقية والدول الغير إفريقية التي تعرف كوارث طبيعية، على مستوى أيضا انفتاح المغرب ورجوع المغرب إلى حاضنته الإفريقية، والمستوى الكبير الذي تتمتع والسمعة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية في إفريقيا، والرجوع إلى الاتحاد الإفريقي والرجوع إلى البرلمان الإفريقي، وكذلك تنامي الاعترافات الحقيقية بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية في هذه 25 سنة. 25 سنة من العطاء الكبير لصاحب الجلالة كرئيس دولة، كأمير المؤمنين، ولكن أيضا كجانب إنساني في جلالة الملك هو الاهتمام بالطبقات الضعيفة والهشة والفقيرة جدا في المجتمع المغربي من خلال ممارسات يمارسها جلالة الملك شخصيا. ونعتقد بأنه هذه 25 سنة ستكون أيضا هي المفتاح الحقيقي في السنوات القريبة العاجلة من أجل صعود المغرب إلى الدول الصاعدة وتجاوز مجموعة من الإشكالات التي عرفناها في فترات معينة، والتي استطاع جلالة الملك حفظه الله بفضل حنكته وبفضل قيادته الرشيدة أن يخطب المغرب نحو خطوات جبارة وخطوات أيضا ثابتة نحو تقدم حقيقي يرى ثمره كل المغاربة على مستوى صعيد المملكة بصفة عامة.